يقول الباحثون اليوم إن علاج الاكتئاب يمكن أن يتم بالنظر والتأمل لألوان الطبيعة الخضراء، فالنظر إلى الحدائق يثير بهجة في النفوس، وإن التأمل لمدة ساعة كل يوم في الشجر والورود وألوانها الزاهية طريقة فعالة لعلاج الاكتئاب والإحباط وكثير من الحالات النفسية المستعصية. هذا ما أكده لنا القرآن في قوله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. إذن العلم يربط اليوم بين إثارة البهجة في النفوس وبين النظر إلى الحدائق، وهو ما أخبر عنه القرآن، فسبحان الله.